محطة تحيا مصر يا فندم. نرجع خطوة وسيبنا نقول التعليق ده تحت أمر. أنا بس عايز أقول لكم إيه، هو كامل بيقول إيه، هنا هتبقى المنطقة دي هيتعمل فيها بعض الصناعات، صناعات لينا وصناعات للشركات. تمام. يعني إيه؟ يعني عايز يقول لكم إن هنا هتيجي حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها إحنا شغل وبعضها نعيد تغليفه، نعيد تنظيمه في عشان مراكب صغيره تانية تشيله. انا بقول كلام معقول بالظبط يا فندم. انا بس بقول لينا مش للناس اللي عارفه الشغله دي، انا بقول للمصريين. انت كنت فاكر ان انا ممكن اعمل شغل للناس ازاي؟ اخلي الناس تشتغل في الحته دي ازاي؟ اوفر فرص عمل هنا مش باللي بيتعمل دلوقتي، اللي هيتعمل بعد كده ازاي؟ انك انت تقول ان انا معلش هخرج عن السياق شوي، انا كنت بقول دايما ان افريقيا البنية الاساسية اللي فيها تحتاج الى الاف المليارات من الدولارات عشان تبقى دول، عشان تبقى ايه؟ دول. دول، وعشان الناس اللي فيها تعيش صحيح، وعشان تبطل اقتتال، وعشان الناس بتتقتل ليه؟ مفيش امل، وعشان تعمل الامل عايز تبني كتير قوي، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكره ان احنا بنعمل طريق. انا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر وللناس اللي مهتمه في العالم تعرف الدول ليه مش مستقره. الناس عايزه تعيش، الناس عايزه يا كامل تاكل وتعيش، عايزه تعيش. طب ازاي؟ فحد يقول لك إيه؟ احنا بس عايزين نعمل ندي للناس فرصه للحريات اكتر تتكلم، صح، بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، لازم يشتغل. هيسيبك؟ لا هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر. ان ما كنتش تعمل له ده، الفريق كامل الموازنه او الفلوس اللي اتخصصت له خلال فتره وزاره النقل كام؟ 1.9 تريليون. لا قول رقم يتحفظ بقى. 2 تريليون. 2 تريليون 2000 مليار جنيه. حد يقول لي على مدى ال 30 سنه اللي فاتوا وزاره النقل خدت كام؟ كام؟ انا بقول لكم الكلام دوت عشان تعرفوا ان احنا بنحفر مستقبل بلدنا. مستقبل مين؟ بلدنا، وان شاء الله هنعمله. طبعا ان شاء الله. انا ما عنديش اي شك خالص زي ما انا شايفك كده، بس انا بحكي الحكايه ديت وللناس في مصر اسمعوني كويس. انا مش كل طوبه بتتعمل طوبة بتتعمل في البلد دي، انا معاها وشايفها وورا الراجل. البيت اللي بيقول عليه العمارة اللي طلعت دي كلام قوي صعب اقول، قلت يتقبض عليه وما يخرجش الا لما يسيب الارض كده، ولا مش كده؟ صحيح. ولا نسيت؟ لا فاهم. تمام. مش كده يعني معناه الرئيس قاعد واخد باله ان الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه؟ طبعا. واللي خد الارض جوه المينا لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق مضروب في غفله من الزمان. لو ما عملتش كده اوعى تزعل يا كامل. يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا، خايف. يقدر وزير النقل يعمل كده؟ مش انت. لا، خايف. لا ايه؟ خايف. اللي عايز يبني بلده ما بيخافش ابدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه. أنا بقول الكلام ده وبشرح فيه كتير أكتر كتير من اللي أنت بتقول عليه. تمام. عشان إيه؟ عشان في كتير يقول لك إيه؟ أنتوا بتعملوا ده ليه؟ الطريق ده بتعملوا ليه؟ أنت بتعمل الرمل بتردم هنا ليه؟ بردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد دي إن ما كانش فيه بنية أساسية تليق بدولة، أنتوا مش بتعملوا مستقبل خالص. مش بتعملوا إيه؟ مستقبل. خالص. تمام. والكل بتقول ايه الاكل والشرب وبتاع، هو ده. اقول حاجه صعبه؟ هو احنا حرمنا الناس عشان نعمل ده يا كامل؟ لا طبعا. لا، احنا بنقسى على نفسنا شويه. ايوه. ارجو ان الضيوف اللي موجودين عندنا ما تضايقوش من كلامي، ارجو الضيوف اللي عندنا ما تضايقوش من كلامي. انا بكلم الناس في بلدنا، انتم حاجه في بلادكم واحنا حاجه تانيه. احنا بنمثل الجنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، واحنا هناك في بلادكم خلصتوا كلامنا من زمان،
عندكم شبكه سكك حديد تربط القاره الاوروبيه كامله، عندكم شبكه طرق تربط القاره الاوروبيه كامله، عندكم مصانع، عندكم ده. احنا بنحاول نعمل حاجه عشان نعيش احنا كمان، عشان احنا كمان نعيش. اتفضل يا كامل. انا كنت افنن في كلمه قالها لي رئيس شركه تلس العالميه، وتلس ده معروفه وهو سامعني دلوقتي بالمناسبه، كنت ماجلها الاخر بس طبعا يعني عشان الكلام اللي حضرتك قلته دلوقتي هي فعلا بتنطبق عليه. رئيس تلس كان عندي اول امبارح الصبح الساعه 8 قال لي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات، بس مصر الدوله الوحيده اللي بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات وهذه الاحلام. قال لي انت، انا اسف يا فندم، انا يعني لا لا يعني طبعا يتهموني زي ما يتهموني. قال كده بالظبط، قال انت عندكم رئيس حول معنى كلمه امبوسيبل الى اي بوسيبل بالنص كده. مصر فعلا ستستطيع يا فندم ان شاء الله باذن معاك وباذن الله الرحمن الرحيم.